طرحنا في تويتر سؤال عن الفريق الشبابي اللي أغلبه عناصر شابة في هذا الموسم، وعن احتياج الفريق الشبابي من وجهة نظركم لقائد خبير ولاعب متمرس بالتأكيد في خط الوسط، وهو قائد أيضا نموذجي بالنسبة لأحمد عطيف. وجاءت هذه الآراء الفنية بالتأكيد منكم في هاشتاغ الكوتش في تويتر بشكل كبير. يقول من غيره بيكون نبض الشباب، وهذا يقصدك أنت كابتن أيضا في هاشتاغ الكوتش، أكيد يحتاجه لكي لا تفقد الأرض محورها الكابيتانو، جدد تكفى. أيضا في هاشتاغ الكوتش الشباب يحتاج لأحمد، وننتظر من مسيري النادي إعادة حساباتهم مجددا. أحمد عطيف لاعب لا يتكرر كثيرا. أيضا رمز الوفاء أحمد عطيف، بقاؤه مطلوب في الفريق الشبابي. جميل. أيضا جمهور الشباب يتمنى بقاء أحمد عطيف، أحد ركائز الشباب وابن النادي والخبرة. أيضا لاعب خلوق ومحترم يلعب من أجل الشعار، ودائما الروح سابقة له في أرض الملعب. شكرا، أنت نجم داخل وخارج الملعب. هذه الصورة كابتن بشعار نادي الهلال. هذه تزال له في تمير. طيب أيضا الشباب لا يزال بحاجة القائد أحمد عطيف، وأغلب المباريات التي شارك فيها أحمد كان وسط الشباب منتعش بثنائيات الصليهم وعطيف. كابتن، كل هذه الآراء من الجماهير الشبابية، من اللي متابعين لفريق نادي الشباب، يؤكدوا حاجة الفريق لأحمد عطيف، ماذا تعني لك؟ والله أنا دائما نتكلم عن الجمهور الشبابي، أعتقد أنه هو يعني للكثير. الشباب بالنسبة لي قلت لك يعني لولا الله ضم نادي الشباب ما وصل أحمد للشيء هذا، ولا حتى جمهور نادي الشباب ومحمد جمهور نادي الشباب. أنا دائما أقول إن شاء الله أني أتمنى أني كنت، وإذا كنت إذا استمريت أني أكون دائما عند طموحاتهم وعند تمنياتهم. جميل كابتن، لما نتكلم عن بغض النظر عن المقصود أحمد، ولكن لما نتكلم عن فريق يصعد فيه عناصر شابة بشكل كبير، يمكن اليوم أنتم عندكم من الأولمبي 8 أو 7 لاعبين يلعبوا معكم، بالتأكيد هذه الأسماء الشابة حتى لا تظلم في إقحامها في مثل هذه المباريات تحتاج لقائد مثل أحمد، مثل حسن معاد، مثل من كان أيضا في حراسة المرمى، تحتاج لتواجدهم. صحيح، أكيد يحتاج اللاعب اللي دائما ما يكون صغير في السن، يعني مرينا فيها، اللاعب يتمنى انه يكون يشوف اللي قبله ويعطيه الدافع ويعطيه الثقة، يعطيه حتى لما يكون داخل الملعب او خارج الملعب يتعلم منه دائما. فاعتقد انهم هم في حاجة، يعني سواء احمد او غيره، في حاجة لاعبين يدفعونهم الى الامام، يتحملون المسؤولية عنهم، حتى في المستقبل يكون عندهم لاعبين شخصية ولاعبين لهم طموح.